تدري ان هذا الشيء الصغير راح يغير مفهومك للتصوير 360 درجة؟ مساكم الله بالخير، معاكم عبد الرحمن الخميس من قناة شفت الخميس. اليوم راح اتكلم لكم عن كاميرا وايد مميزة، منو فينا ما وده يتميز ويبرز ما بين المصورين الموجودين حاليا خصوصا في السوشيال ميديا، ويطلع بلقطات ان كانت فيديو او فوتو مختلفة عن باقي الناس. مع هذه الكاميرا Insta360 1X صدقني انك راح تقدر تحقق هذا الشيء. الكاميرا هذه من اسمها Insta360 1X، فهي تصور تقنية 360 درجة، يعني تصور كل شيء حوالينك. ومشكورين شركة AAB World عالم AAB، قدموا لنا هذه الكاميرا عشان نسوي لكم هذا الريفيو، نستعرض لكم أهم مميزات هذه الكاميرا، وراح أقول لكم رأيي فيها بصراحة. أنا صار لي فترة قاعد أستخدمها، فبقول لكم شنو مميزاتها وشنو عيوبها. ليش اخترت اتكلم عن هذه الكاميرا؟ لان امكانياتها ونتائجها وايد ممتازة وجبارة، لكن ما هي نفس اي كاميرا تمسكها تطلعها من البوكس وتصور فيها اللقطة اللي تبيها وتمشي. الورك فلو مالها مختلف. زين، شنو يعني ورك فلو؟ ورك فلو يعني هي طريقة العمل من البداية، من بداية الاعدادات الى تحويل المواد الى الكمبيوتر او الايباد الى الاكسبورت، وتقدر تحط الفيديو بشكله النهائي او الصوره بشكلها النهائي على السوشيال ميديا. ليش قاعد اركز وايد على الورك فلو بهذه الكاميرا؟ لان طريقه عملها تحتاج الاب اللي وياها، الابلكيشن اللي تقدر تنزل على تليفونك او على ايبادك، تقدر تنزل على الاندرويد او الاي او اس. ما تقدر للاسف تاخذ الفوتج مالها على طول تحطها على الموبايل او على الكمبيوتر لانه ما راح يقرا. نبدا اول شيء بالانبوكسنج. علبتها مثل ما انتم قاعد تشوفونها، شكلها وايد حلو وانيق، مفتوحة من هنا تقدر تشوف الكاميرا من برا وتشوف شنو المواصفات الموجودة. أول ما تفتح العلبة يا سلام، شوف 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 شكلها، شوف شكلها عجيبة، شكلها مو حلو، شوف شكلها الأمانة شكلها ما يونس. شوفوا الفرق ما بين ديزاين القديمة والجديدة. شنو كانت مشكلة القديمة؟ كان ما فيها إلا دقمة واحدة أو زر واحد موجود على جنب، وما فيها شاشة، فأنت ما تدري إنك قاعد تصور فوتو ولا فيديو، بس على الصوت كنت أطق أسمع إذا طلع صوت تينج واحدة يعني فوتو، تينج تينج يعني فيديو، شيء معقد. دائما أرد البيت وألقى أصلا أنا كنت بصور فوتو صورت فيديو أو العكس، فهذه كانت شغلة جدا سيئة فيها. هني حطوا لك زرين فيها، زر للتشغيل الأون والأوف، وزر للريكوردينج أو للتصوير والتنقل بالمنيو. هذه شغلة وايد مفيدة ضافوها على الكاميرا، انك تعرف انت على الفوتو ولا على الفيديو، او انك تدخل الاعدادات وتضبط شغلك من داخل. شوفوا حجم بطاريتها مقارب لبطارية الجو برو تقريبا. تركيب البطارية جدا سهل وبسيط، راح تلقى الباب هذا اللي على جنب، راح تاخذ البطارية وتحطها وتسكر. شكرا عفوا. فيه هني ستيكرز. بعدين تي حق الوصلات، شوفوا هني مكتوب عليها كونكت يور فون. فيها ثلاث انواع وصلات على حسب نوع تليفونك او الايباد مالك. هذه عشان توصلها بالكمبيوتر وعشان تشحن الكاميرا بعد الكفر. العدستين بارزين طالعين لبرا، هي عشان تصور 360 تحتاج ان تكون العدستين بارزين، لكن هذا يخلي فيها مشكلة، ما تقدر تحطها باي طريقة. العدسة راح تتعور وتتزلق بسرعة اذا ما حفظتها في الكيس هذا اللي هم حاطين لك اياه. حاليا قاعد اصور بروجكت بالانستا 360 1X حق مركز عبد الله السالم الثقافي، ويعتبر اول واكبر مركز من نوعه في الكويت وفي الوطن العربي والمدني، تقريبا تصنيفه ثالث ما السادس على مستوى العالم. انكسرت الكاميرا. ويوب شلون انكسرت الكاميرا؟ ايه 360 لان تبين كل شيء، فلازم تطق ريكورد وتنخش ورا الطوفه ورا شيء. طقينا ريكورد واقفين ناطرين وناسه الوضع الطبيعي، فجأة كان اسمع تكا واذا بالعدسه مطشره، الكاميرا مسويه كذي، فقدر الله ما شاء فعل. كان حاول يشوف لنا باك اب عشان نكمل البروجكت. المهم يا محفوظين السلامه، تونا مبلشين تصوير. طف وطق العدسه، شوفوا هني خل احطها على وجهي. فعشان لا تقولون أنا ما نبهتكم وحذرتكم لما تستخدمونها، هذه لازم تكونون حذرين بالتعامل معها، ودائما تحفظونها بالكيس مالها وديرون بالكم لا تنكسر أو تزلق العدسة.
هذه واحدة من العيوب. أتمنى أن يكون في لها حماية عشان لما تطيح ما تنكسر، أو إذا بحطها يمي ما تتزلق. زين أوكي، هذا الهاردوير وشكلها الخارجي وعرفناه، لكن شنو إمكانيات هذه الكاميرا؟ تخيل أنها تصور 5.7K وتصور 4K 50 فريم و30 فريم، و3K تصور 100 فريم بالثانية. تخيل هذه الصغيرونة اللي مشكنمها، وتقدر بعد تصور فيها سلو موشن وهايبر لابس لما تبطئها بالمونتاج، تعطيك شيء خيالي. وتصور بعد فيديو لوج. شنو هو اللوج؟ اللي هو يصور لك الفيديو باهت وما في وايد ديتيلز، عشان تقدر انت تاخذ راحتك بالكالر كوركشن والكالر جريدنج تالي، وتقدر تبدع بالالوان. فتقدر تصور بالستاندرد وتقدر تصور باللوج بالفيديو. اما الفوتو تاخذ صور 18 ميجا بكسل، تصور عادي ورو. الاصدار القديم كانت تصور 24 ميجا بكسل، في هذا الاصدار نزلوها الى 18. ولما بحثت اونلاين لقيت ان صح هي اقل 18 ميجا بكسل وهذيك 24، بس ان الديتيل صارت اكثر، فهي 18 ميجا بكسل صح، لكن الوضوح والريزولوشن والديتيلز اكثر من ال 24. وتقدر هم تحط لها التايمر طقها بعدين هي تصور، عشان لا تبين يدك وانت قاعد تصور. تحتاج انك تاخذ وياها سيلفي ستيك او الانفيزبل سيلفي ستيك. ليش سموها انفيزبل سيلفي ستيك؟ يعني هي ما تبين، لان اصلا اذا ركبتها هني ومسكتها العدسه راح تخفي، او العدسين راح يخفون العصا مثل ما انتم قاعد تشوفون. هي صايره في عدسه يمين ويسار، والعصات راح تصير بينهم بالنص، ف ما راح تبين وراح تختفي، وراح تبين كأن الكاميرا قاعد تطير او قاعد تصور بدرون، راح يكون شكلها غريب. وهذه ميزه وايد حلوه. في شغله اضافيه، هذه اوبشنال عاد اذا انت ودك تستخدمها ولا لا، اللي هي يسمونها قاعده البولت تايم. شنو البولت تايم؟ هي ميزه هم موجوده بالكاميرا، انك تحطها كذي تحت السيلفي ستيك وتصير شكلها كذي، وتمسكها وتلفها بهذا الشكل، فتعطيك لقطات 360 لكن بشكل مختلف. أهم من الطرق الموجودة بهالكاميرا تقدر تصور فيها وتبدع، أكيد شفتوها ومنتشرة حاليا وايد موجودة وترندنج بالسوشيال ميديا، إيه طريقة التايني بلانت. زين على كذي خلصنا مميزاتها واستخداماتها اللي ممكن نستخدمها؟ لا حبيبي ما خلصنا. هم تقدر تستخدمها كأكشن كاميرا بسبب حجمها الصغير ووزنها الخفيف. تقدر تركبها على أي شيء، على خوذة، على اي شيء انت حاب تركبه، على هدومك، على سيكل، على سياره، وراح تاخذ فيها زوايا ما مرت عليك من قبل ولا قدرت تاخذها في اي اكشن كاميرا. بس كذي لا 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 حبيبي، انت من هواة تصوير اندر ووتر عندك هذا الكيس، تقدر تاخذه وتشتري معاها كذي بكل بساطه. تبطل الكيس، تقطها داخل، تسكر، شكرا، كان الله غفور رحيم. والحين تقدر انت تصور اندر ووتر في الزرين اللي قلناهم على الكاميرا موجودين هنا حتى على الكيس، تقدر تتحكم فيها وتشوف انت شنو قاعد تصور من برا، تنزل معاك ل 30 متر تحت الماي. يا راير يا حجي. ننتقل حق اهم بارت في هذا الفيديو، اللي هو الابلكيشن وطريقه استخدامه. الابلكيشن مثل ما قلنا وايد مهم حق اديتنج الصور والفيديوهات، وايد مهم حق التحكم بالكاميرا. فننزل الابلكيشن من الاب ستور عادي، Insta360 ONE X اسمه، وعلى طول اقدر اتحكم باعدادات الكاميرا من داخل. كل ما عليك انك تتعبث شويه بالابلكيشن والتحكم بالاسبيكت ريشيو اللي هي 16:9، الفيديو اللي هو مستطيل، او ان تخليها بالطول حق الستوريز، او ان الون باي ون حق بوست انستغرام. وايد شغلات تقدر تسويها بالابلكيشن مالها، خصوصا اذا كنت قاعد تشتغل على ايباد. انا جربتها على الموبايل وجربتها على الايباد، الايباد كان مريح اكثر ويعطيك نتائج جدا بسهوله وانت قاعد تستخدمه. فانا شخصيا افضل الايباد. ما عندك ايباد،
تقدر تستخدمه تليفون عادي، او اذا كنت برا ما تبي تشيل الايباد معاك بالتليفون تقدر تتحكم بكل الاعدادات وتصور وتخلص شغلك مجرد التليفون يكون معك. شغله ثانيه هم تقدر تسويها انك تحط عليها لت او تشيله تخليها نفس ما هي اللوج الباهته بدون الوان، او تحط اللت راح يحط لك هو الوان من نفسه، او انك مانولي تتحكم بالاكسبوجر والكونتراست وهذه الامور والتمبرتشر بالإديتينج، او ان تستخدم الفلاتر الجاهزة مثل ملوت انستغرام. والحلو بالموضوع حق الفاينل كات برو اكس يوزرز انك تقدر تسوي الإديتينج مع الفيديوهات داخل الفاينل كات برو اكس وابلود على اليوتيوب، وسهالة اليوتيوب يدعم خاصية فيديوهات الـ 360. هذه كانت مراجعتي حق كاميرا انستا 361 اكس عقب تجربتي المتواضعة لها. اقول لكم ان هذه الكاميرا تصلح حق كل الناس تقريبا، مو شرط يكون عندك خبرة وايد في التصوير، لكن تحتاج انك تعرف شلون تستخدم الابليكيشن. اهم من طريقة تصويرك انك تعرف تستخدم الابليكيشن عشان تقدر تطلع منها فوتج بشكل صحيح. زين، حق منو تصلح هذه الكاميرا؟ انا اتوقع وجهة نظري ان الكل يقدر يستخدمها ويصور فيها، ان كان تصويرك كهواية او بروفيشنال حق كلاينتس وتصوير تجاري. تصلح حق البلوجرز، سبورت، يوميات، كل شيء، بوستات غريبة حق انستغرام، صور او فيديوز، تصلح حق كل الناس. انت اكتب لي رايك، شاركني ايش رايك بهذه الكاميرا بنتائجها اللي قاعد تشوفها على السوشيال ميديا. ونشكر اكيد مره ثانيه شركه AAB World على تقديمهم هذه الكاميرا لنا عشان نجربها ونستعرضها ونقول لكم شنو اهم مميزاتها. اللي يبي يطلبها حطيت لكم رابط الطلب موجود تحت الفيديو، تقدرون تطلبونها من AAB World ويوصلون حق اي مكان بالعالم. واذا عجبكم الفيديو لا تنسون تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتدزونه حق كل الناس اللي تعرفونهم عشان يستفيدون ويعرفون اكثر عن هذه الكاميرا ومميزاتها. وبانتظار ابداعاتكم تدزون لي اياها على اكاونتي بالانستغرام او هني في اليوتيوب، لاني ادري ان الشفترز دائما عينهم مختلفه.